الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لكتاب في الفقه اسمه إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير. ونحن في ليلة الخميس، ليلة الرابع من الشهر، من شهر جمعة ربيع الآخر، صح، لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 19 من الشهر العاشر لعام 23 و2000، وقد وقفنا على السؤال الثالث بعد العشرين. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: العبودية الخاصة للجوارح في الصلاة. قد اشتهر عند أهل العلم أن لكل جارحة من أعضاء البدن عبودية خاصة في الصلاة، فما هذه الخواص؟ سبحان الله، الصلاة عمود الإسلام، تجمع أنواع من العبادات. الصلاة تجمع أنواع من العبادات. العبادات منها ما هو قلبي، تسمى العبادات قلبية، وعبادات قولية باللسان، وعبادات بدنية بالبدن، وعبادات مالية، صح؟ فالصلاة فيها هذا كله. طيب، نشوف عبادة قلبية. طبعا العبادة القلبية في كل عبادة الإخلاص لله عز وجل، لكن أيضا الخشوع، لب الصلاة وروح الصلاة، هذا عبادة قلبية وهي في الصلاة، تمام. الخوف، الرجاء. العبادة البدنية واضحة: قيام، ركوع، اعتدال، سجود، جلوس بين سجدتين، سلام، هذه عبادات بدنية يتعبد العبد ربه جل وعلا ببدنه، هذا في الصلاة. عبادات قولية واضحة أيضا: قراءة الفاتحة، ما تيسر القرآن، التسميع، التحميد، التكبير، الدعاء، التحيات، السلام، كل عبادات قولية. طيب عبادة مالية، قالوا ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وتشتري الثوب بالمال، كما أن الصلاة واجب عليك أن تدع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني عن الصلاة. فكونك أنت تستر عورتك بالمال، ثوب تستر عورتك، وكونك مثلا تركب دابة أو سيارة أيضا هذه فيها مال، وكونك تترك البيع ويفوتك من البيع ما يفوتك من أجل الصلاة، هذه كلها عبادات مالية. فالصلاة شأن عظيم، تدخل الصلاة تعبد الله بقلبك وجوارحك ولسانك ومالك، فشأنها عظيم. لذلك أعظم أسباب الثبات التي يثبت الله به العبد أن يحافظ على صلاته. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، المحافظ على الصلوات. فأنت إذا أردت الثبات على استقامتك عليك أن تحافظ على صلاتك. طيب، يقول: قد اشتهر عند أهل العلم أن لكل جارحة من أعضاء البدن عبودية خاصة في الصلاة، فما هذه الخواص؟ نعم. الجواب: وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب. نعم. الأصل في هذا أن تعلم أن الصلاة المقصود الأعظم بها إقامة ذكر الله والخشوع له والحضور بين يديه ومناجاته بعبادته. طيب، الأصل أن تعلم أن الصلاة المقصود الأعظم بها إقامة ذكر الله. الدليل قول جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني بها. شفت؟ أقم صلاة ذكري. يقول: الخشوع، قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. والحضور بين يدي الله عز وجل ومناجاته. وذاك إذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي.
مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي، فهو يناجي ربه كما أنه هو ساجد يدعو الله يناجيه. يعني المناجاة الكلام بصوت منخفض والنداء بصوت مرتفع، فالعبد في صلاته يدعو الله عز وجل ويناجي الله تبارك وتعالى ويذكر الله، كل ذلك عبودية لله عز وجل. نعم. قال: وهذا المقصود للقلب أصلا، والجوارح كلها تبع له. الأصل القلب والجوارح تابع له، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، قطعة لحم يعني، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. فالأصل القلب يخضع لله عز وجل، والجوارح تابع للقلب. نعم. ولهذا يتنقل العبد في الصلاة من قيام إلى ركوع، ومنه إلى سجود، ومنه إلى رفع، وهو في ذلك يتنوع في الخشوع لربه والقيام بعبوديته، ويتنقل من حال إلى حال. الله أكبر. نعم. ولكل ركن من الحكم والأسرار ما هو من أعظم مصالح القلب والروح والإيمان. طيب، هل الخشوع في القلب فقط والأركان أيضا تخشع لله عز وجل؟ ها، الأركان تخشع أيضا لله عز وجل، ولذلك من لم يطمئن بصلاته لا صلاة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثلاث مرات لا يطمئن بصلاته، قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقالوا أن هذا دليل على أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها. فالذي يصلي صلاة سريعة هذا غير خاشع، غير خاشع جوارحه، فلذلك إيش يسرع. لكن لا بد من يعني أن تخشع بقلبك وجوارحك. نعم. ولهذا علق الله الفلاح التام على هذا في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. وجماع هذا أن يجتهد العبد في تدبر ما يقوله من القراءة والذكر والدعاء وما يفعله من هذه التنقلات. الله أكبر. نعم. وكمال هذا أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقوى على هذا استحضر رؤية الله له. ماذا يسمى هذا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ الإحسان. وللإحسان مرتبتان، ما هما؟ مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. أن تعبد الله كأنك تراه هذه مرتبة السماء المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إيش؟ يعني راقبه فإنه يراك. وأي المرتبتين أعلى؟ أن تعبد الله كأنك تراه المشاهدة، ولا فإن لم تكن تراه فإنه يراك المراقبة؟ ها، مشاهدة. مشاهدة. من ذا الذي يبلغ هذه المرحلة يعبد الله كأنه يراه؟ الله أكبر. نعم. وبحسب حصول هذا المقصود يحصل تأخيرها للعبد له من الأجر والثواب والقبول والقرب من ربه ما يحصل. ولهذا وبحسب حصول هذا المقصود يحصل تأخيرها للعبد له من الأجر، يتأخر أجره، كلما زاد خشوعا كلما تقدم أجره. نعم. ولهذا ورد في الأثر: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. معناه حصول هذه المقاصد الجليلة، وإلا إبراء الذمة وزوال التبعة تحصل بأداء جميع لازمات الصلاة. ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. العقل محل القلب، ها؟ عرفنا هذا، العقل محل القلب ليس محل الرأس، نص القرآن. يقول معناه حصول هذه المقاصد الجليلة، وإلا إبراء الذمة. سمعت إبراء الذمة؟ يعني صليت، أديت الصلاة. وزوال التبعية، ما تعتبر أنت تارك صلاة وتارك الصلاة يدخلون جهنم، ما سلككم في سقر، قال لم نكن مصلين. هذه تبعية ترك الصلاة، من ترك فقد كفر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، إذا ما صلوا يعني يقتلون. هذه من تبعيات ترك الصلاة. فلو أن إنسان ما خشع في صلاته برأت ذمته، قد أدى الصلاة، وما تبع ذلك مما يترتب على ترك الصلاة سلم منه. عرف شلون؟ قال: وإلا إبراء الذمة وزوال التبع تحصل بأداء جميع لازمات الصلاة. رجل قام وصلى وركع وسجد وفعل، لكن يتفاوت منهم في صلاة بحسب تفاوت إيمانهم. ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. ولذلك قيل في الخشوع أنه إيش؟
روح الصلاة ولب الصلاة. والخشوع له أسبابه، يعني الأسباب إذا تتبعتها قدر المستطاع يزيد خشوعك لله عز وجل. أعظمها أجلها أن تتمثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كلما تمثلت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام زاد خشوع. وهو القائل جل عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رآه الصحابة ونقول ذلك. وكل ما في الصلاة مما يحتاج المسلم منقول ومحفوظ. ومن أكثر من جمع يعني صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما سمى الكتاب كأنك تراه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وبالأدلة والتحقيق بدأها من أولها إلى آخرها. الصفة يعني ما عليك من الشروط والمبطلات والمكروهات، لا، الصفة كيف تصلي، ها، من التكبير إلى التسليم. ابن القيم ذكر ذاك أيضا يعني من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في زاد الميعاد، وغيرهم من العلماء. المهم كله محفوظ، كل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة. فكلما تمثلت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في كل حركاتك، حتى موضع نظرك، حتى وضع يديك، حتى يعني رفع اليدين، حتى الهوي للسجود، حتى سجودك على السبعة أعظم، حتى إشارتك بالسبابة، كلما تمثلت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كلما زاد خشوعك. ومن ذلك أن تصليها جماعة، صلاة الجماعة فيها خشوع أكثر. ولذلك لو أن الشخص ما صلى جماعة أو مسافر ما عنده حي يصلي مع جماعة يكثر فيها السهو، ولا جربتم هذا صح؟ ما يجي صلى ثلاث ولا أربع، لكن مع الجماعة حتى لو سهى الإمام ذكره الجماعة. فصلاة الجماعة فرق كبير. أصلا الذي يسافر يصلي وحده كأنما صلى، سبحان الله، خاصة المعتاد حضر صلاة الجماعة إذا فاتته ولا سافر ولا صلى وحده كأنه ما صلى. صلاة الجماعة لها هيبتها، لها قيمتها، لها فضلها عند الله عز وجل. هي من سنن الهدى، ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام. كان يكون في حاجة أهله، فإذا سمع النداء وثب. تقول عائشة وثب، قالت وثب ولم تقل إيش قام، بل وثب. والشيخ الألباني رحمة الله عليه مأثور على كلمة جميلة يقول: كل عمل بين الأذان والإقامة لا بركة فيه. كل عمل بين الأذان والإقامة لا بركة فيه. خلاص انهض للصلاة، لا تقعد تنظر في الهاتف تشوف آخر رسائل، خلاص انهض قدر ما تستطيع. فكلامه جميل جدا. طيب، إذن صلاة تمثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ايش قلنا بعد؟ صلاتها جماعة. كذلك يعني يقولون إذا صليت صلاة مودع، يعني لو تستحضر بأن يمكن هذه آخر صلاة، يمكن لا تصلي بعدها صلاة، هذا لو استطعت هكذا شيء عظيم. ثم أنك يعني تغير وتبدل أو تنوع، أحسن تنوع بالأذكار، ما تلتزم ذكرا واحدا أو دعاء واحدا. إذا نوعت بدعاء الاستفتاح بالأدعية في سجودك هذا يجعلك تستحضر ماذا تقول. أما إذا دعاء واحد تعود عليه أو ذكر واحد أو استفتاح واحد للصلاة متعود عليه ربما تقرأه وأنت سارح الذهن، لكن لو تارة تقرأ هذا وتارة هذا وحتى هيئات الصلاة مثلا تارة هذا وتارة هذا تصيب السنة ويكثر خشوعك بإذن الله تعالى. نعم. قال: فهذا المعنى الذي ذكرته وأشرت إليه تشترك فيه جميع الجوارح الظاهرة والباطنة. ثم بعد هذا الإجمال: فاللسان بعد القلب أعظم. اللسان ماذا يا أخوان؟ جارح، صح؟ اللسان جارح من الجوارح. نعم. فاللسان بعد القلب أعظمها وأكثرها عبودية، لأنه يتنقل في صلاته من قراءة إلى أذكار متنوعة إلى أدعية بعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها مكملات. الله أكبر، صح. اللسان في الصلاة يعني أعظم ما في الصلاة قراءة الفاتحة، هذا إيش؟ عبادة قولية. تكبير، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، تكبيرات الانتقال من واجباتها، التسميع، التحميد، التسبيح في الركوع في السجود، الدعاء بين السجدتين، السلام، قراءة التحيات، صلاة الإبراهيمية، كل هذا عبادات إيش؟ ها، عبادات باللسان، صح؟ ف
فينتقل هو من قراءة إلى ذكر إلى تكبير إلى تسبيح إلى استغفار. نعم. قال: أما الأركان المتعلقة باللسان فتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في كل ركعة على كل أحد إلا المأموم الذي إلا المأموم إذا جهر إمامه على القول الصحيح فيتحملها عنه وعلى المذهب حتى في السر. طيب لحظة، أكمل. والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. هذه خمس عبادات في الصلاة يقول إنها إيش؟ متعلقة باللسان، لكن إيش؟ أركان، لأن الصلاة فيها ماذا وماذا؟ فيها أركان وفيها واجبات وفيها مستحبات. هذه ماهية الصلاة. إيش معنى ماهية الصلاة بدر؟ ماهية الشيء مما يتكون منه. ما هي؟ ما هي؟ يقول ما هي؟ ماهيته، لاحظ أن الصلاة ماهيتها أركان، هذا واجباتها. لو أن في صلاة ما فيها لا قيام، شيل القيام منها وشيل تكبيرة الإحرام وشيل قراءة الفاتحة وشيل الركوع، إيش راح يصير؟ تنتهي الصلاة. إذن هذه مكونات الصلاة، هذه الأركان وهذه الواجبات، واضح؟ فهناك أركان وواجبات ومستحبات، منها تتكون الصلاة. وإذا كان في تعريف الصلاة ماذا قيل؟ هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأة التكبير ومختتمة التسليم. تمام. هذه العبادات القولية الشيخ يقول الأركان منها خمسة، يعني في أركان بدنية بس القولية هذه خمسة. ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن تقوم عليه العبادة ولا يسقط سهوا ولا جهلا، ولو سهى عنه المصلي تذكره يرجع ويأتي به، ما يجبره بسجدتي السهو. بينما الواجب أيضا يجب أن تأتي به، واجب، لكن لو نسيته ومضى مكانه يجبره سجود السهو. الركن لا، حتى سهوا لا ترجع تأتي به، واضح؟ المستحبات مكملات، إن أتيت بها فصلاتك أكمل، وإن لم تأتي بها فصلاتك صحيحة تامة. ما هي الأركان المتعلقة باللسان؟ قال تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر، وهي أول أركان الصلاة، صح؟ لا، في ركن قبل تكبيرة الإحرام، ما هو؟ القيام. أول شيء تقوم بعدين تكبر، انتبه، أول أركان الصلاة القيام وليس التكبير. طيب، لكن هي أول أركان الصلاة الإيش؟ قولية. ما تجزك هذه التكبيرة إلا أن تأتي بلفظ الله أكبر، حتى لو كنت أعجميا، لو كنت أفريقيا من بوركينا فاسو، لازم تقول إيش؟ الله أكبر. لو قلت الحمد لله ما صحت صلاتك، لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما صحت صلاتك، لو قلت الله أعظم، الله أجل، الله أكرم، ما تصح صلاتك. لابد أن تأتي بإيش؟ الله أكبر بالتكبير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت صلاتك فكبر، ولم يؤثر عنه أنه استبدل التكبير بذكر آخر، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا المسلم، على هذا المسلم يوم من هذا، أن أول شيء يقول إيش؟ الله أكبر. طيب، لابد أن يتلفظ بها تلفظا صحيحا، يقول الله أكبر. يخطئ كثير من العامة، يضع بين المبتدأ والخبر حرف الواو، يقول الله وأكبر. إذا قلت الله وأكبر زدت حرف الواو صار أكبر معطوف على الله، هو في الحقيقة جملة اسمية مبتدأ وخبر، الله أكبر، يعني يخبر عن الله بأنه أكبر من كل شيء. المبتدأ لفظ الجلالة في محرف المبتدأ، والخبر أكبر. لا تقول الله أكبر، قل الله أكبر. طيب،
من خطأ تقول الله أكبر، إيش يصير هذا لو قلت الله أكبر؟ يصير استفهام، يعني هل الله أكبر؟ هذا قليل يمكن، لكن الأكثر يشغلون الله أكبر، خاصة المؤذين الله أكبر أكبر، خطأ ويختل المعنى. يقال أن أكبر اسم للطبول، هي ليست أكبر، هي إيش؟ أكبر، الله أكبر. ماشي؟ لو شبعت الضمة شوي قلت الله أكبر كأنك طلعت هواو، يمشي الحال. بس أنت طلبة علم لابد أن نميز بين الواو وبين الضمة، هي الله أكبر، الله الله أكبر. طيب، يخطئ كثير من الناس أنه يأتي والإمام راكع فيكبر للركوع حتى يدرك الركعة، ولا يكبر تكبيرة الإحرام، فحينئذ لا تنعقد صلاته. هذه الله أكبر، هذه الله أكبر، أي تختلف، ها؟ لابد أن تنويها تكبيرة إحرام، لو نويتها تكبيرة انتقال ما انعقدت صلاتك. طيب لو نويتها تكبيرة إحرام وتكبيرة انتقال للركوع انعقدت صلاتك. لكن الأكمل من هذا ماذا تفعل؟ تكبر تكبيرة للإحرام وتكبيرة للانتقال، الله أكبر، ثم تقول الله أكبر وتركع. لو قلت الله أكبر وركعت وتقصد بها تكبيرة الإحرام انعقدت صلاتك وصلاتك صحيحة. طيب وتكبيرة الانتقال اللي تركتها، تركتها أنت تصلي جماعة، لو تركها الإمام يسجد لها سجود، لكن إذا تركت شيئا وأنت مؤتم يتحمل الإمام. لو أنت لم تسه في صلاتك وأنت مأموم والإمام سهى يسجد وتسجد معه. لو أن الإمام لم يسه وأنت مأموم سهيت لا تسجد، لأن إمامك ما سجد، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن ماذا تفعل إذا أدركت الإمام راكعا؟ تكبر تكبيرة الإحرام، هذا أهم شيء، ثم تكبر تكبيرة الانتقال. لو كبرت تكبيرة واحدة بنية الإحرام وركعت صلاتك صحيحة، لو كبرت تكبيرة واحدة للركوع ولم تنويها تكبيرة إحرام لم تنعقد صلاتك. واضح؟ مسألة دقيقة. يقول وقراءة الفاتحة في كل ركعة على كل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، يعني ناقصة. كل أحد يعني إمام مأموم منفرد، هذا كل أحد. قال إلا المأموم إذا جهر إمامه، إلا المأموم إذا جهر إمامه، هذه المسألة الخلافية. على القول الصحيح، يعني رجح الشيخ ابن سعدي ما رجحه الإمام أحمد و شيخ الإسلام تيمية، أن في الجهرية يكتفي المأموم بقراءة إيش؟ بسماع الفاتحة من الإمام، ما يقرأ. قال فيتحملها عنه، يعني الإمام يتحملها على المأموم، يكفي أن المأموم يستمع إلى الفاتحة. يقول وعلى المذهب حتى في السر، يعني حتى في الصلاة السرية لو كبرت وسكت ما قرأت الفاتحة الإمام يتحملها عنك، وهذا أيضا مذهب أبي حنيفة. لكن مثلا مذهب الشافعي لا، لابد أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، في السرية في الجهرية، حتى إذا سمعت من الإمام لابد أن تقرأها. وهذا عليه مشايخنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، يكون تقرأها. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لعلكم تقرؤون مع إمامكم، قالوا أجل نقرأ، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. قالوا الفاتحة اقرأوا مع الإمام. الشافعي يقولون تتركوا الإمام يتركوا سكتة حتى يتمكن المأموم من قراءتها، وهذا حسن لكن ليس عليه دليل. لو كان عليه دليل لكان إيش؟ يسكت ويقرأ المأموم. لكن فيه بعض الآثار، فيه بعض الأقوال. فالشيخ ابن باز رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول تقرأ على كل حال، إن لم تستطع أن تقرأها بعد إمامك أو إمامك على المذهب الذي إيش لا يتركه
سكتة ليقرأها المأموم، ماذا تفعل؟ تقرأها مع الإمام، وهذا مخرج طيب، الحمد لله يحصل أنك قرأتها، فالإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين، أنت تقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، واضح؟ لكن لو أن شخصا ما اقتنع بأن لا يقرأ الفاتحة ويكتفي بقراءة الإمام في الجهرية فهذا حسن، فهو قول وله أدلته. فانتهى الناس على القراءة فيما يجهر الإمام، والله يقول إيش؟ وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن أضعف المسائل أن حتى في السرية ما تقرأ، ماذا يفعل المأموم إذا ما قرأ؟ كبر ويسكت، ما يسمع قراءة الإمام، والإمام يقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة. لكن لو أن في الجهرية وسمعت الإمام تأتي المسألة الخلافية، تكفيك قراءة الإمام أو لا تكفيك؟ لكن في السرية لا، لابد أن تقرأها. والسرية يشمل ماذا وماذا؟ يشمل صلاة الظهر والعصر كلها سرية، ويشمل ركعتي العشاء الثالثة والرابعة، وركعة الثالثة من صلاة المغرب، واضح؟ طيب، يقول والتشهد الأخير. التشهد الأخير لماذا قال التشهد الأخير؟ لأن التشهد الأول واجب وليس بركن، واجب وليس بركن، فلو قام عنه الإمام أو المأموم أو المصلي ولم يقرأ التشهد الأول يستمر في قيامه وقراءته ويسجد سجدتين قبل السلام. لكن لو ترك التشهد الأخير لا، وجب أن يرجع ويأتي به. لو مثل آخر سجدة قال الله أكبر نسى وسلم مباشرة، قيل له سبحان الله عرف نفسه ما قرأ التشهد، يدخل الصلاة مرة أخرى ويقرأ التشهد ويسجد سجدتين قبل السلام ويسلم، واضح؟ إذن لا بد من التشهد الأخير فهو ركن. ثم قال رابعا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى هذا ماذا؟ صلاة الإبراهيمية. ويحسن بك أن تحفظ صلاة الإبراهيمية والتشهد حفظا جيدا بصيغة من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت عدة صيغ جمعها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، بإمكانك الرجوع إليها. والتسليمتان على رأي المؤلف قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه ركن حتى ما تكفي تسليمة واحدة، وفي قول تكفي تسليمة واحدة. هذه الأركان الماذا؟ المتعلقة باللسان. تفضل كمل. قال وأما واجبات اللسان فالتكبيرات كلها غير تكبيرة الإحرام وغير التكبيرة الثانية للركوع في حق المسبوق، إذا أدرك الإمام راكعا ثم كبر للإحرام فإنها تجزئه عن تكبيرة الركوع لاجتماع عبادتين في وقت واحد من جنس واحد، فاكتفي فيهما بفعل واحد، فإن كبر للركوع فهو أكمل. فتبين بهذا التفصيل أن التكبيرات ثلاثة أقسام: ركن وهو تكبيرة الإحرام، ومسنون وهو هذه الأخيرة، وواجب وهو باقيها. عرفنا ماذا عرفنا؟ أن التكبير هو قول الله أكبر، وأنها تتفاوت في أحكامها. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ما تنعقد الصلاة إلا بها. تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع، من القيام إلى بعد الاعتدال إلى السجود، من السجدة الأولى إلى الجلوس بين السجدتين، من الجلسة بين السجدتين إلى السجود، من السجود إلى الركعة الثانية، هذه اسمها تكبيرات الانتقال. هذه واجبة، لا يجوز لك أن تتركها متعمدا، لو نسيتها تزل سجدتي السهو. إذا تكبيرة الإحرام ماذا؟ ركن، لا تنعقد صلاة إلا بها ولا تصح صلاة إلا بها. تكبيرات الانتقال واجبات، لو تركتها سهوا فإنك إيش؟ تسجد لها سجدتي السهو قبل السلام. في تكبيرة الشيخ ذكر أنها مسنونة، وهي التكبيرة الثانية لمن أدرك الإمام راكعا. ماذا يلزمه إذا أدرك الإمام راكعا؟ يكبر تكبيرة الإحرام ثم التكبيرة الثانية للركوع. يقول إن كبرت للركوع فقط بطلت صلاتك، لابد تأتي بالتكبيرة الإحرام اللي هي ركن، صح؟ إن كبرت تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة أخرى للركوع، هذه التكبيرة الثانية للركوع للمسبوق الذي كبر تكبيرة الإحرام مستحبة.
قال لأن تكبيرة الركوع حينئذ تدخل في تكبيرة الإحرام لأن من جنسها، هذه الله أكبر هذه الله أكبر. صارت تكبيرات الحين على تفصيل الشيخ، تكبيرة الإحرام إيش؟ ركن، لا تصح الصلاة إلا بها، حتى لو تركتها سهوا ترجع تأتي بها. تكبيرات انتقال واجبات ما تتركها، إذا تركتها سهوا تسجد لها سجدتي السهو. التكبيرة الثانية في حق المتأخر الذي أدرك الإمام راكع أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستحب أن يكبر التكبيرة الثانية للركوع للانتقال. واضح؟ طيب كمل. ومن واجباته قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم. طيب يقول من واجبات القولية في الصلاة قول سمع الله لمن حمده، وماذا يعبر عنه هذا سمع الله لمن حمده؟ يقال إيش؟ التسميع. وقول ربنا ولك الحمد يسمى ماذا؟ التحميد. هكذا اصطلاح سمع الله لمن حمده التسميع، ربنا ولك الحمد التحميد، بسم الله الرحمن الرحيم البسملة، ها صح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة. إذن إذا قيل لك التسميع والتحميد، التسميع قول سمع الله لمن حمده، والتحميد قول ها ربنا ولك الحمد. يقول قول سمع الله لمن حمده، طبعا هنا سمع الله لمن حمده متى تقال؟ بعد الاعتدال من الركوع، هذه محل في بقية الصلاة تكبيرات الانتقال، لكن الاعتدال من الركوع ما في تكبيرة، في ماذا؟ في تسميع. ايش معنى التسميع؟ يعني قول سمع الله لمن حمده. طيب من تجب عليه سمع الله لمن حمده؟ قال للإمام، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد اللي صلي وحده يقول سمع الله لمن حمده، من بقي؟ المأموم. على رأي الشيخ، هذا رأي كثير من مشايخنا، أن التسميع للإمام والمنفرد، تسميع وهو قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. في قول اختار الشيخ الألباني ونصره، قال حتى التسميع يقوله الإمام والمنفرد والمأموم، لا مانع أن يجمع المأموم بين التسميع والتحميد، كما أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. ماذا يقول الإمام؟ يقول سمع الله لمن حمده، ويقول ربنا ولك الحمد. فكذاك المأموم كالإمام وكل منفرد يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده، ويقول ربنا ولك الحمد. طيب من قال بأن الإمام والمنفرد يقول التسميع دون المأموم؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليأتم به، إلى أن قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قال ولم يقل إيش؟ فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، قال فقول ربنا ولك الحمد. فالحديث صحيح وصريح، واضح؟ طيب ومن قال أنك تجمع أنت أيها المأموم بين التسميع والتحميد؟ قال إذا كنا إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، الإمام ماذا يقول؟ أيضا يقول ربنا ولك الحمد. فلو أخذنا بظاهر هذا الحديث يكون المأموم يكتفي بالتحميد والإمام يكتفي بالتسميع، وأنتم ماذا تقولون؟ قال نحن نقول بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. قال إذا أخذنا بظاهر الحديث إذن ماذا؟ إذن المأموم يكتفي بالتسميع والإمام المأموم يكتفي بالتحميد والإمام يكتفي بالتسميع. لا، كما قلتم بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، فأيضا المأموم يجمع بين التسميع والتحميد. قال لكن الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. طيب الإمام ماذا يقول؟ الإمام لم يقل ربنا ولك الحمد، يجهر بها ولا يسر بها؟ مانع الإمام. شنو السؤال؟ بالميكروفون قاعد أقوله، شنو السؤال؟ ما سمعت ترى، حتى أنا عندي جوال بعد، خليه بعد الدرس. يلا السؤال. أي أنا ما عندي، ليش جاي أنا قاعد؟ عشان أنت وغيرك، لك الواحد أنا مسوي الدرس وأنت قاعد.
ها لعب الجوال، بإمكانك تروح بيتكم وعلى البث المباشر عاد تلعب تاكل تنبطح تضحك تقع صلاة الفنيلة على راحتك. الدرس لا، له آدابه له انتباهه. خلاص. طيب السؤال: الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، الإمام يجهر بالتسميع والتحميد ولا فقط يجهر بالتسميع، ولا فقط يجهر بالتحميد، ولا ما يجهر بشيء؟ ماذا يقول الإمام؟ بما يجهر وبما يسر. أعيد لك سؤال بسط لك إياه. ها يجهر إيش؟ فقط بالتسميع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده، أنتم سمعتم أنه قال سمع الله لمن حمده، هو أصلا جهر بها، وإنما جعل الإمام ليتم به، كما هو يقول الله أكبر يجهر بها، أنت تقول الله أكبر، فهو جهر بها، فأنت جعل الإمام ليتم به فتقول مثله سمع الله لمن حمده. لكن لما أسر بربنا وك الحمد ماذا إيش نقول هنا؟ حتى نتبعه صح؟ كبر سمعنا كبرنا، سمع سمعنا، أسر بالتحميد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام سيسر، أنتم ماذا تقولون؟ أن تقولوا ربنا وك الحمد في الموضع اللي يسر فيه، أنتم قولوا ربنا وك الحمد. فلا يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم أن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا وك الحمد، يعني لا تقولوا سمع الله لمن حمده فاكتفوا بربنا وك الحمد. تبهتم كيف التوجيه؟ قال لأن الإمام يسر في ربنا ولك الحمد، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يسر به الإمام أنتم ما تسمعونه، قولوا في هذا الموضع ربنا ولك الحمد. طيب أما ما سمعتموه وهو يقول سمع الله لمن حمده وإنما جعل الإمام ليهتم به، فماذا تفعلون أنتم؟ تقولون سمع الله لمن حمده. واضح؟ طيب. وأيضا قال لأن الصلاة ليس فيها موضع ما في ذكر، صلاة أقم الصلاة للذكر، فلو أن قلنا للإمام للمأموم لا تقل سمع الله لمن حمده فإنه سيرفع وهو صامت. انتبهتم؟ كل الصلاة فيها إلا هذا الموضع، حينئذ المأموم سيتركه وهو صامت فيرفعه صامت ويقول ربنا لك الحمد. قال لا، ما قلنا له يكون صامتا، قل ربنا لك الحمد. يقول هذا موضع ليس إيش موضع إيش في الانتقال، هذا أين يقال ربنا لك الحمد؟ ها بعد الاعتدال ولا في الانتقال؟ ها ربنا لك الحمد ماذا تقال؟ في الاعتدال. أنتم الآن طالبتم المأموم أن يكون ساكتا بين الركوع والاعتدال، ها هذه فترة. ولذلك التكبير، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، تكبيرات الانتقال ينبغي أن تكون ها مع الانتقال مع كل خفض ورفع. حديث أبي هريرة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع، يعني وأنت ذاهب للسجود تقول الله أكبر، وأنت رافع للسجود تقول الله أكبر، وأنت من القيام للركوع تقول الله أكبر، لا أنك تكبر ثم تذهب. كثير حتى من أئمة المساجد يقرأ ورب الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإيش يقول؟ الله أكبر في مكبر الصوت، الله أكبر قال وهو إيش؟ وهو إيش؟ وهو قائم، ثم يركع وهو صامت، فترك محل التكبير. التكبير أين محله؟ في الانتقال، ليس قبل الانتقال. وكثير منهم ماذا يفعل؟ ينتقل صامتا، فإذا ركع قال في الركوع الله أكبر سبحان ربي العظيم، فماذا يجعل حينئذ؟ جعل التكبير من أذكار الركوع، والتكبير ليس من أذكار الركوع، هذا التكبير إيش؟ للانتقال. لو بدأ فيها أول ما ينحني للركوع يقول الله أكبر وانتهى وهو في الركوع لا بأس، أما الله أكبر وهو قائم بعدين يركع، أو يركع وصامت وإذا ركع قال الله أكبر، لا هذا ولا هذا. واضح؟ إذن التكبيرات مع كل خفض ورفع. طيب والتسميع إذا المأموم لا يقرأ لا يقول سمع الله لمن حمده، إذن سيترك هذا الاعتدال بدون ذكر. قال كما أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، فمن حق المأموم أن يجمع بين ماذا وماذا؟ التسميع والتحميد.
طيب إذن عرفنا الحين المسألة. قول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ خالد، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله. السمع سمعان، السمع سمعان، ما شاء الله عليك خالد، مذاكر كويس. سمع للصوت، والسمع بمعنى الاستجابة، بمعنى الاستجابة. إنك سميع الدعاء، إيش معنات؟ يعني مجيب الدعاء، ولا سميع الدعاء يعني يسمع الصوت. الله جل وعلا يسمع كل شيء، ها؟ ما في شيء ما يسمع، فإن الله يسمع كل شيء، حتى الجمادات، حتى الحشرات، حتى الديدان، حتى الملائكة، ما يخفى عليه شيء، صح؟ لكن لما قال سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. إنك سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. فالسمع يأتي بمعنى سماع الصوت، والسمع يأتي بمعنى استجابة الأمر. ولذلك لو أن شخصا ما نصح أخاه ولا ابنه، نصحه ونصحه ونصحه ونصحه، فلم يستفد من النصيحة، فماذا يقول له؟ أنت ما تسمع الكلام. كيف يعني ما تسمع؟ أصم ولا أنا كان صوتي منخفض؟ إيش معنى أنت لا تسمع الكلام؟ يعني إيش؟ أنك ما تستجيب للنصيحة. نصحناك 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 لكن ما تسمع. سمعت ما تسمع؟ يعني ما تستجيب. فهنا الآن سمع الله لمن حمده، هل معنى استجاب الله لمن حمده ولا سمع الله صوته؟ ها؟ استجابة، ولا الأصوات كلها تسمع، حتى لو واحد كفر بالله الله جل وعلا يسمع صوته، لكن استجابة. حتى لو كان هنا سمع الله حمده معناه سمع صوته، إذا ربنا جل وعلا يسمعه وهو يذكره فيثيبه على ذلك. فهي كلمة عظيمة، سمع الله لمن حمده، يعني قال الحمد لله، قال الحمد لله يعني خضع لله عز وجل وآمن وأيقن بما لله عز وجل من الصفات العلى، مع ما في ذلك إيش من الخضوع لله والخوف والرجاء. يقول وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم. ربنا ولك الحمد هنا يقول إيش؟ أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم والمنفرد الكل يقول ربنا ولك الحمد. طيب هل في صيغة أخرى غير ربنا ولك الحمد؟ هذا ربنا ولك الحمد فيها واو، صح؟ في صيغة بدون واو، بدون واو كيف تقولها؟ ربنا لك الحمد، تمام؟ في صيغة ربنا، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. إذن في اللهم وفي بدون اللهم، كلها واردة، وفيها بالواو وفيها من غير الواو، كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقوله كمل، وقوله سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، هذا أقل شيء أن تقولها مرة واحدة. انتبه، سبحان ربي، ربي سبحان ربي العظيم، لا تقول سبحان ربي العظيم. إذا قلت سبحان ربي العظيم أخطأت، سبحان ربي العظيم صار العظيم رب، أي العظيم ها مضاف للرب، ربي سبحان ربي العظيم، مثل ما تقول رب الكعبة ها صار هذا الشيء وهذا الشيء. لا، العظيم هنا صفة للرب وليس مضافة للرب. إذا قلت سبحان ربي العظيم، رب العظيم صار الرب شيء والعظيم شيء، مثل الكعبة شيء والرب شيء، رب الكعبة ها الرب هو الله عز وجل، الكعبة الكعبة. طيب إذا قال الإنسان رب العظيم صار الرب شيء والعظيم شيء، مثل رب الكعبة هذا الشيء هذا الشيء، وليس كذلك، وإنما سبحان ربي العظيم. فصفة الرب لأنه إيش؟ عظيم وليس مضاف إليه، واضح؟ فتقول سبحان ربي العظيم أقل شيء مرة واحدة، لو كررت ذلك إلى مرتين ثلاث إلى عشر مرات فهذا حسن، لكن يقول أقل الكمال ثلاث مرات، أقل شيء من الكمال، وأقل الواجب تؤديه أن تقولها كم مرة؟ مرة واحدة. طيب كمل، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، أيضا نقول في سبحان ربي الأعلى مثل ما قلنا في سبحان ربي العظيم، لا تقول سبحان
رب الأعلى مضاف إضافة إليه؟ لا، سبحان ربي الأعلى. نعم. ورب اغفر لي بين السجدتين، وما زاد على ذلك فهو مسنون مكمل. رب اغفر لي، هل تقول رب اغفر لي ولا ربي اغفر لي؟ ذكرناها بالدرس الماضي، هنشوف. يلا أبو منيرة، ما الفرق بين ربي وربي؟ لا فرق. أخ هذه فيها ياء، هذه ما فيها. ربي شدة وكسرة، هذه ربي فيها ياء. شلون هاي ثلاث حروف هذه حرفان؟ ها، ربي للدعاء. ربي للدعاء، إذا تنادي الله عز وجل تقول ربي، إذا تضيف الرب إلى نفسك ماذا تقول؟ إن الله ربي. مثل ما تقول بيتي، رسولي، ابني، كتابي، الله ربي. لكن إذا أردت أن تنادي الله عز وجل تقول إيش؟ ربي، ربي اغفر لي ولوالدي. واضح؟ وذاك شوف الآن إيش كاتب الشيخ، ربي، ها، تنادي الله، هذا نداء، يعني أصلها يا، يا ربي، فقول ربي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. هل تقول بين السجدتين؟ أقل شيء تقول ربي اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين، وهذا واجب، صح؟ شوف العنوان إيش، ومن واجبات الصلاة، واجباتها. لو كررت ذاك ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، فهذا حسن. لو قلت إيش، ربي اغفر لي ولوالدي، لا بأس، لكن ليس سنة. لكن لو قلت، لا، الموضوع دعاء. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمات بلغت إلى 7 كلمات من عدة أحاديث، لو جمعتها وقلتها مجموعة فهذا موضوع الدعاء. وهذه الجلسة جلسة مؤدب، المؤدب شلون جالس في الجلسة بين السجدتين؟ لو واحد جلس أمام والده ولا أمام شيخه، جلسة، ها، جلسة مؤدب. فالجلسة العظيمة لما تجلس بين يدي الله عز وجل هو موضع الدعاء، وتقول ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. ماذا بقي من خير الدنيا والآخرة؟ وهذه يقصر كثير من الناس في حق نفسه، احفظها 4 5 اللي تيسر معك، احفظها 7 5. يجوز تقول اللهم، يجوز تقول ربي، أقل شيء تقول مرة واحدة ربي اغفر لي بين السجدتين، ربي اغفر لي وارحمني واجبرني، اجبر خاطري، اجبر وضعي، اجبر كسري إذا كنت مكسورا، اجبرني ماليا إذا كنت مكسور بالمال، اجبرني، ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني في الدنيا والآخرة، وعافني من كل سوء، واهدني وارزقني. كلمات عظيمة يقصر المسلم في حق نفسه لو أنه إيش بين السجدتين لم يقولها. احفظها، ترى سهلة، في الفريضة ولا في النافلة؟ في الفريضة والنافلة. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافي واهدني وارزقني. طيب مكمل. قال والتشهد الأول وما زاد على ذاك فهو مسنون مكمل، يعني إذا قال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، رب اغفر لي، كررها، فهذا مسنون، الواجب أن يقولها مرة واحدة. نعم. والتشهد الأول، التشهد الأول أيضا ماذا؟ من الواجبات، بحيث لو تركه سهوا يرجع ويأتي به، ولا يزد لو سجدتي السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام. نعم. وأما باقي القراءة بعد الفاتحة وباقي التسبيحات والأدعية وتكميل التشهد فإنها سنن مكملات. هذه كلها سنن مكملات. نعم. الصلاة الإبراهيمية إيش؟ مر معنا الصلاة الإبراهيمية ركن. نعم. فلا يشرع في الصلاة سكوت أصلا، فإنها سنة مكملة. فلا يشرع، فلا يشرع في الصلاة سكوت أصلا إلا إذا جهر إلا إذا جهر الإمام فيشرع للمأموم الإنصات لقراءته، كذلك لقنوته، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ما تسكت بالصلاة، كلها ذكر وأدعية وتسبيحات، ها، إلا عندما يقرأ إمام تنصت إلى قراءته. والمستمع إلى القراءة كالقارئ في الأجر والثواب. وإذاك أفتى الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، إذا واحد يقرأ القرآن وأنت تستمع له لك أيضا بكل حرف 10 حسنات. الله أكبر، ذلك فضل الله عز وجل.
لماذا؟ قال أنك أنت تستمع. فرق بين تستمع وتسمع ولا لا؟ ما الفرق؟ يعني لو أن شخص ما في واحد يغلق رمناك والصوت واصل إليه هذا يسمع، لكن تستمع أنت تتبعه وهو يقرأ، هذه عبادة. وهذا أيضا حتى في المنكرات، لو أن في صوت معازف هي محرمة ما عليك شيء، أنت داخل المجمع راكب الطائرة في صوت، داخل المطار اليوم كل مكان حاطين أصوات معازف، لكن أنت ها تستمع تريدها السماع، أنت تستمع هنا يكون عليك الإثم، لكنك ها لا تستمع له وإنما هي تصل إلى أذنك ما عليك شيء. فرق بين تستمع وتسمع. ففي القرآن إذا أنت ماسك واحد مصحف ويسمع له هو يقرأ وأنت تتابع له، لك أجر ولا هو فقط له أجر؟ يقول المستمع له أجر بكل حرف عشر حسنات كالقارئ. وهكذا الإمام، الإمام يقرأ وأنت المأموم ها تستمع لقراءته، واضح؟ طيب إذا هنا سكوتك لا أنك قطعت شيء من صلاتك بلا ذكر، لا، أنت أيضا مشغول أيضا بسماع القرآن لقراءة الإمام في الجهرية. نعم. قال: وكما أن اللسان يتنقل في هذه الأنواع التعبدية فلا يحل له أن يشغل بغيرها، ولهذا كانت حركته بغير ما يتعلق بالصلاة مبطلة كالكلام عمدا فإنه مبطل إجماعا. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح ولا يحل فيها شيء من كلام الناس. من كلام الناس يعني من الكلام مع الناس، الكلام مع الناس. ولو قال في مثل سجوده: اللهم اغفر لابني فلان، هذا دعاء ما يبطل الصلاة. لا تقول، لكن تقول: يا فلان لا تتأخر على أخوانك في المدرسة وانت تصلي، لا تبطل الصلاة. هذا معنى كلام الناس. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: رجل تكلم في الصلاة، تكلم في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها ولا يحل فيها شيء من كلام الناس. نعم. فإن كان الكلام من جاهل، فإن كان الكلام من جاهل الحكم أو جاهل الحال أو ناس، فالمشهور من المذهب إبطال الصلاة به إلا إن نام فتكلم وغلب الكلام عليه حال قراءته. طيب، يقول: فإن كان الكلام من جاهل، شلون جاهل؟ يعني واحد عليه عهد الإسلام ما يعلم بأن أثناء الصلاة ما تتكلم فتكلم، أو جاهل الحال يعني ما كبر جهل أنه الآن هو في الصلاة، مثل الناسي، واحد ناسي ها وهو في الصلاة وقال فلان، قال نعم، أو ناداه والده قال لبيه، نسى نفسه أنه في الصلاة، صلاته صحيحة لأنه إيش؟ ربنا لا تؤاخذ نسينا أو أخطأنا. لكن يقول: في المشهور من المذهب إبطال الصلاة به، المذهب يعيد الصلاة، بطلت الصلاة ولو كان جاهلا أو ناسيا. قال: إلا إن نام فتكلم وغلب الكلام عليه، واحد نعسان جدا هو يقرأ، نعس شوي فتكلم بكلام آخر حال قراءته، فهذا ما تبطل الصلاة. والصحيح، وعلى الصحيح كلام المعذور غير مبطل للصلاة، ناسي أو جاهل ما تبطل الصلاة. صحيح. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتكلم في صلاته جاهلا بالإعادة، بل أخبره بالحكم فقط. نعم، قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ما قال: أعد صلاتك، مثل ذاك الذي لم يطمئن ماذا قال له؟ أرجع صل، فصل فإنك لم تصل. نعم. وكذلك لما تكلم المسلمون حين سهى فسلم قبل إتمامها لم يأمرهم بالإعادة، بل تكلم هو وهم وبنوا جميعا على ما مضى. يشير إلى حديث اليدين بعد ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى صلاة العشي، يعني الظهر والعصر، خرج السرعان من الناس اللي يصلون يسلم يمشي على طول، قالوا قصرت الصلاة، وباقي الصحابة هابوا النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، يعني معقول؟ هي رباعية. حتى قام رجل قال ذو اليدين، كان يمازح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما يقال فيه ما أخذ على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ شوف السؤال فيه العجب والعجاب. وهذا ما هو مشهور من علماء الصحابة، لكن شوف عنده عقل. أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقصر، مستحيل تكون قصرت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم، صح؟
شو قصرت يقول لم تقصر؟ قال لم تقصر ولم أنسى. ماذا رد أبو اليدين؟ ها ذو اليدين ماذا رد ذا اليدين ماذا قال؟ قال بل نسيت. ما رد وقال لا يا رسول الله إما قصرت وإما نسيت، لأنه قال لم تقصر، لكن الناسي ما يعلم عن نفسه أنه ناسي. فشوف انظر، لم يقل له لا يا رسول الله إما قصرت أو أنك نسيت، والله ركعتين. لكن لما قال لم تقصر، مستحيل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم تقصر وهي قصرت، إذن هذا استبعد. بقي الأمر الثاني، الناسي ما يعلم عن نفسه الناسي، فقال لم تقصر ولم أنسى، قال بل نسيت. فقال عليه الصلاة والسلام المصلين أحق ما يقول باليدين؟ قال نعم. فقام واتى بركعتين وسلم ثم سلسه ثم سلم، واضح؟ لأنه زاد في الصلاة. ما الذي زاده في الصلاة؟ هذا سؤال صعب شوي دكتور. زاد السلام اللي بين ايش بعد الركعة الثانية، ما في سلام هنا، انتبهتم؟ لما سلم بعد الركعة الثانية في سلام بعد الركعة الثانية في الصلاة الرباعية؟ ما في، فلأنه زاد سلاما. فلذلك المستحب لمن زاد في الصلاة أن ماذا يا أخوان؟ أن يجعل سجوده بعد السلام. طيب كمل واختم. وأما ما يتعلق باليدين، لا أظن ما انتهينا، هنا انتهينا يعني صح. وأما دخل الآن ما يتعلق بعبادة اليدين بعد ما خلنا العبادات إيش المتعلقة باللسان، الأركان والواجبات والمستحبات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.